مساء الخير، انا محمد ناجي، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفري بادي دايجرام. اول حاجه عايزين نعرفها ايه هو الفري بادي دايجرام. لما انا يبقى عندي سيستم فورسز او مجموعه قوى بتاثر على جسم معين، انا عايز احلل القوى دي تاثر في انهي اتجاه وبمقدار قد ايه. جه العلماء قال لك احنا نعمل حاجه اسمها الفري بادي دايجرام. الفري بادي دايجرام ده هو اللي هيحدد كل الفورسز رايحه فين وجايه منين ومقدارها قد ايه. فلما جه يرسم الجسم قال لك هنرمز للفورس بايه، فقال ان احنا هنرمز لها بسهم. طول السهم يعبر عن المقدار او الماجنتيود بتاع الفورس، اتجاه السهم بيعبر عن اتجاه الفورس. طيب لو احنا جينا نبص هنا على الشكل ده، عايزين نحدد الفورسز اللي موجوده عليه. ده صندوق محطوط على الارض، طيب ايه الفورسز اللي بتاثر عليه؟ اللي بيأثر عليه لتحت ام جي اللي هو وزنه، واللي بيأثر عليه بالتالي لفوق هو الان اللي هي النورمال فورس. طيب لو جينا تحت هنا نبص، هنلاقي ان هنا وزنه ام جي، ولو جينا نبص هنا هنلاقي النورمال فورس. طيب لو جينا نبص هنا هنلاقي ان دي الفريكشن فورس، والتحت هنا دي بتأثر جزء من وزنه، ممكن لو حد بيزقه لتحت مثلا نقدر نقول ان هي ابلايد فورس. طيب لو جينا نبص هنا هنلاقي ان دي كوره مربوطه في حبلين ومتعلقين في السقف. طيب الحبلين دول بيبقى الفورس اللي فيهم ايه؟ بيبقى الفورس اللي فيهم تنشن فورس او قوه شد، وفي نفس الوقت اللي بيشد لتحت هي الام جي اللي هي وزن الكوره. فبالتالي نقدر نقول ان الفري بادي دايجرام بيعبر عن الاناليسيز اوف فورسز ان سيستم اوف فورسز، يعني بيعبر عن تحليل الفورسز اللي موجوده جوه مجموعه قوى بتاثر على جسم معين. طيب خلينا نشوف ازاي بنحسب مقدار القوه اللي موجوده عليه بالارقام. دلوقتي لو جينا نبص على المثال ده هنلاقي ان هو عباره عن صندوق محطوط على الارض، وفي شخص بيزقه للناحيه دي بمقدار 5 نيوتن، وفي نفس الوقت في فريكشن بيقابله في الناحيه الثانيه بمقدار 10 نيوتن. وزن الجسم عباره عن 50 نيوتن، والنورمال فورس اللي بتأثر عليه عبارة عن 50 نيوتن. عايز احسب النت فورس او مقدار القوة اللي بتأثر على الجسم ده، بحسبها ازاي؟ بيقول ان السيجما اف، سيجما يعني مجموع، سيجما اف بتساوي سيجما اف اوف اكس بلس سيجما اف اوف واي. ايه الاف اوف اكس وايه الاف اوف واي؟ اف اوف اكس هي بتاعت الاكس اكسس او بتاعت محور السينات، اما الاف اوف واي هي بتاعت الواي اكسس او محور الصادات، بجمعهم ومجموعهم هو السيجما اف. طيب لو انا جيت دلوقتي عايز احسب السيجما اف اوف اكس والسيجما اف اوف واي بعمل ايه؟ لازم نبقى واخدين بالنا ان لو حاجه على الشمال او لتحت بتبقى بالنيجاتيف، لو حاجه على اليمين او لفوق بتبقى بالبوزيتيف. يعني لو انا جيت ابص على الاف اوف اكس هلاقي ان هي عباره عن 10 اللي هي اللي على اليمين بلس نيجاتيف 5 اللي هي اللي على الشمال، يبقى بيساوي 5 نيوتن. طيب الاف اوف واي بتساوي اللي فوق اللي هو 50 بلس نيجاتيف 50 علشان هي تحت، فبالتالي بتساوي 0. يبقى بقول في الاخر ان النت فورس اللي بتاثر على الجسم ده بتساوي 5 اللي هي اف اوف اكس بلس 0 اللي هي اف اوف واي، يبقى بيساوي في الاخر 5 بلس 0 تساوي 5 نيوتن. ولو انا عايز احدد الاتجاه بقول انها في الاتجاه ناحيه اليمين. طيب خلينا نشوف كمان مثال علشان نوضح الموضوع اكتر شويه. لو جينا دلوقتي نبص على المثال ده هنلاقي ان هو نفس الصندوق اللي فات، بس القوة اللي بتأثر عليه بتأثر بزاوية. طيب الزاوية دي هل انا هينفع اجمع الفورسز كده وخلاص، ولا احنا اتفقنا ان السيجما اف بتساوي سيجما اف اوف اكس بلس سيجما اف اوف واي؟ هنا السيجما اف اوف واي موجودة والسيجما اف اوف اكس موجودة، بس جيت ابص لقيت ان في اكسترنال فورس جاية بزاوية، فانا لازم احللها للاكس والواي علشان اعرف اجمعهم. طيب الكلام ده بيرجع لايه؟ لو جينا نرجع للتريجونومتري هنلاقي ان الساين بتساوي اوبوزيت اوفر هايبوتنس، وهنلاقي ان الكوساين بتساوي ادجيسنت اوفر الهايبوتنس. طيب دلوقتي انا ايه اللي خلاني استخدم القاعدتين دول؟ انا هستخدم القاعدتين دول لان انا هحلل بيهم الابلايد فورس اللي موجوده دي علشان اعرف اخليها للواي وللاكس. لو احنا جينا مشينا بخطوط موجوده هنا كده وجيت رفعت لك خط كمان هنا كده، مش دي فورس ودي فورس؟ طيب يبقى الايه هي الريزلتنت اللي ما بينهم. يعني لو انا مثلا جبت ده حطيته على اليمين هنا اهو، هشيله اهو واحطه على اليمين، طلع عندي مثلث قائم. طيب المثلث القائم الريزلتنت بتاعه اللي هو الوتر اللي هي الهايبوتنس بتاعه، اقدر من خلاله لو انا عارف الزاويه اجيب الساين والكوزاين. طيب انا عايز الساين والكوزاين ليه؟ علشان زي ما انا شايف اهو واحد فيهم لو افترضنا ان الزاويه اللي هنا دي هو المفروض بيديهاني في السؤال، فهنقول ان هو مديني الزاويه دي بتساوي 30. طيب يبقى ساين
وكوزين 30 هم اللي هيحددوا لي الواي والاكس اكسس الابلايد فورس دي بتساوي فيهم ايه. طيب ازاي؟ مش احنا قلنا ان الساين بتساوي اوبوزيت اوفر هايبوتنس؟ طيب الساين لما هاجي ابص هنا ساين 30 اللي هو بيساوي الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس المقابل على الوتر. طيب انا عايز المقابل بس اللي هو هنا، يبقى كل اللي انا هعمله ايه؟ ان انا هضرب في الوتر. لو انا جيت ضربت هنا في الهايبوتنس وضربت هنا في الاف اللي هي الايه، الاي دي فورس، فانا بضرب في الاف، فبالتالي مش الاف بيساوي الهايبوتنس، فانا كده شلت الهايبوتنس اللي في المقام مع الهايبوتنس اللي في البسط، فضل الاوبوزيت اللي هو الواي اكسس اللي انا عايزه. طيب لو انا جيت ضربت هنا في الاف برضو، يبقى انا ضربت هنا في الهايبوتنس، طيرت الهايبوتنس ده مع الهايبوتنس ده، فضل ان الاف كوزاين بتساوي الادجيسنت تاني. يعني دلوقتي ده الاوبوزيت وده الادجيسنت وده الهايبوتنس، تمام؟ انا عايز اجيب الاوبوزيت والادجيسنت من خلال الهايبوتنس والزاويه اللي معايا. ايه اللي انا هعمله؟ خلينا نشيل ده خالص اهو. دلوقتي ساين 30 ايكوالز اوبوزيت اوفر الهايبوتنس. طيب انا عايز الاوبوزيت بس، يبقى هضرب في الناحيتين في الطرفين، هضرب في الهايبوتنس، يبقى الهايبوتنس ده طاير الهايبوتنس ده، وفضل انا الاف الفورس الابلايد اللي هي الايه اللي هي بتساوي 10 نيوتن. طيب لو انا بقى عايز الادجيسنت، الادجيسنت اللي هو الاكس اكسس، الاكس اكسس ده عباره عن ادجيسنت. طيب انا لما هجيب الادجيسنت لوحده يبقى هضرب في الهايبوتنس. طيب هل انا ينفع اضرب في الهايبوتنس في الطرف بس اللي على اليمين واسيب الشمال؟ لا، هضرب اللي في الشمال برضه في الهايبوتنس. طب ما الهايبوتنس هو الايه، يبقى الاف. فبقى عندي الادجيسنت بتساوي الاف كوساين ساين ثيتا اللي هي 30، وبقى عندي الاوبوزيت بيساوي الاف ساين ثيتا اللي هي 30. بعملها على الاله الحاسبه ازاي؟ شيفت ساين والرقم اللي يطلع لي، وفي الاخر بطلع الفورس وبجمع عادي. يعني لو جينا نبص هنا هنلاقي ان اف ساين 30 بيساوي الاوبوزيت، والاف كوساين 30 بيساوي الادجيسنت. هجيب الادجيسنت واطرح منه 7 نيوتن، وهجيب الاوبوزيت واطرح منه 50 وازوده على ال 50 اللي فوق، فهيطلع لي في الاخر النت فورس بتاعتي. يعني خلينا نحسبها ونطلعها بالارقام. خلينا نجيب الاوبوزيت، هنقول هنا الاوبوزيت بيساوي 10 اللي هي الاف ابلايد تايمز ساين 30 اللي هي هاف، يبقى الاوبوزيت ده بيساوي 5 نيوتن. طيب لما هاجي اجمعه بقى على اللي فوق، هيبقى الجزء اللي فوق كله 5 اللي هي الاوبوزيت اهي في اتجاه الواي اكسس اللي فوق، بلس 50 نيوتن اللي هي اصلا موجوده النورمال فورس في اتجاه اللي فوق. طيب لما هاجي باقي الادجيسنت، قال الادجيسنت بيساوي 10 اللي هي الفورس ابلايد اللي موجوده عندي، عايز اجيب بقى اللي على الاكس اكسس، بعمل ايه؟ تايمز كوساين 30. طيب كوساين 30 بكام؟ بيساوي روت 3 اوفر 2، يبقى بيساوي 5 روت 3 نيوتن. ومن هنا اقدر اجمع واطلع القوانين بتاعتي اللي انا عايزها بكل سهوله. هنا عندي اف اوف اكس بتساوي 5 روت 3 ماينس 7، وهنا عندي الاف اوف واي بتساوي 50 اللي هي النورمال فورس اللي فوق، بلس 5 اللي انا طلعتها فوق، بلس اللي هي ماينس 50 تحت، بلس نيجاتيف 50 يبقى ماينس 50 على طول، يبقى دي بتساوي 5، وده هيساوي تقريبا 1.7 نيوتن. في الاخر بجمع الاثنين، 5 زائد 1.7، يبقى السيجما اف ايكوالز 6.7 نيوتن، وهي دي الفري بودي دايجرام.